أفغانستان دولة كبيرة متنوعة، فيها طبيعة، فيها عادات وتقاليد، فيها مباني ومعمار، مساجدها معروفة وجميلة، يعني وايد معروفة وحلوة اللي حرام واحد ما يشوفها وما يدري عنها. في دول احنا نعرف مساجدها حلوة، يعني في آسيا الوسطى أو في إيران، بس أفغانستان تشمل هالمنطقة، ففيها أشياء جميلة، بس اللي حسافة عليها إنه الأوضاع اللي كانت قاعد تصير فيها، والحروب اللي كانت قاعد تصير فيها، وكانت مكان غير مستقر، خلى الناس طبعا ما راح تروح هناك. بس قبل كانت يمكن معروفة حق الجيل القديم، الحين في بعض الناس قاعد يروحون، اللي قاعد يتجرأ، قاعد يفكر إنه أبي أروح، قاعد يشوف هالأشياء، قاعد يشوف الطبيعة اللي فيها. قعدت في كابل 5 أيام، ومن هناك خذينا سيارة حوالي ساعة، رحنا شفنا أماكن أثرية فيها متاحف، وفي أماكن اللي فيها مثلا دبابات وأشياء من أيام الحرب ظلت هناك، أماكن يعني أثرية فيها يعني طبيعة مختلفة، وفيها حتى الناس يتغير من تطلع من كابل، الأجواء تتغير نهائيا، يعني تحس إن الوضع هدى، ما تحاتي كثر ما يمكن تحاتي وانت بكابل. فكل حد ياخذ طيارة داخلية عشان ينتقل إلى باميان. باميان من هناك هم تاخذ سيارة، وفي أماكن معروفة فيها بحيرات، فيها أنهار، فيها طبيعة خلابة، جبال. هذه تبعد عن باميان اللي هي اسمها باندا أمير. ف يعني صراحة كان رهيب، أنا ما توقعت فيها هالشيء اللي يبعد عن باميان إني ألقى هالطبيعة هذه، كانت عجيبة. وباميان نفسها مكان تاريخي. ما تحتاج يكون معاك حماية نفس دول ثانية، يكون معك حماية، جيش، أحد معه سلاح. بأفغانستان في ناس راحت كابل كان معاها حماية، وهذه يمكن الجهة اللي نظمت لهم الرحلة، يعني خلي يكون معاهم جندي أو أحد شايل سلاح أو أي نوع من الحماية. أنا لما رحت ما كان معي أي حماية غير المرشد والمترجم مالي والسائق مالنا اللي كان يودينا، لكن ما يحتاج حماية. ويعني أنا برأيي خاصة الشباب، البس لبسهم، البس القش كله واطلع وياهم، راح هم ما شاء الله لأن ملامحهم كوكتيل، فعادي الأجنبي الآسيوي والخليجي العربي كلهم يمشون عادي، البس نفسهم وحاول أنك تتوالم مع الأمور، ما راح تبين. أنا كبنت لازم أتغطى، فكنت لابسة حجاب، كنت يعني بس مو لابسة عباية، بس إنه لبس طويل طبعاً ألفت النظر، بس هم شنو متقبلين، الناس قاعد تخزني، بس مو لأن متضايقين أن أنا جاية، أو متضايقين أن يعني من ناحية حماية أن علي خوف، لا، هو مستغرب أن أنت إيش جايبك، خاصة أن في مناطق وسوقة وشوارع كلها ريايل، فمثل سوق البيرد ماركت، بيرد ستريت، كلها بياعين عصافير بالقفص، يعني مكان جدا معروف، فهذا فيه ألوان وحركة وناس وشعب جميل جدا. فأنا أبي أصور، طبعا أنت لازم تصور بالراحة، وأنا كاميرتي كبرها والعدسة شطولها، ف لازم أكون سريعة، بس لازم شوية أكون جريئة. يعني بالماضي وأنا أصغر كنت يمكن ما أبي أسوي هالحركة، أخاف أو أستعمل كاميرا صغيرة أو أستعمل تليفوني، بعدين صار في جرأة وهم عندهم تقبل، فتشوفهم قاعد يطالع العدسة ما عنده مانع، بس هم مستغرب أن أنت إيش جايبك وأنت بنية وياي هني بروحك، أنا مو معي جروب، أنا مو معي أحد، أنا معي بس المرشد، المرشد شوية حاتي، لأن الأماكن المزدحمة ما يبونك تقعد فيها فترة طويلة، احتياط من ناحية سيكيورتي. وأحسن شيء الواحد يسوي إنه يظل يتنقل، أي ديرة خطرة ظل تنقل، عشان إذا أحد قاعد يراقبك ما يعرف شنو حركاتك. فإحنا الحين بمكان، أوكي ثاني يوم ما نرد نفس المكان، نروح مكان ثاني، نروح شارع ثاني، نطلع من المدينة، عشان هذه والله شفنا واحدة شقريت، ولا شفنا واحد أجنبي أو غربية، ما يقدرون يعرفون شنو حركته، هذا أفضل شيء واحد يقدر يسويه بهالأماكن.
الجيل القديم متقبل إن في سياحة تجيهم، لأنه هو بالسبعينات وقبل بالستينات كان في أجانب يجون يصورون، كان في أجانب يجون يمرون بهالمنطقة، كانوا يزورونها أيام العز، أيام كانت أفغانستان غير تماماً، شيء أنا ود يعني بس أتخيله حتى ما أدري شو أقرأ عنها بالكتب فقط. والجيل الصغار ودهم يشوفون الأجانب لأن يبي يتكلم معه بالإنجليزي، يبي يورينا هم إحنا نبيكم نفس ما أنتم تبوننا، بس هو ما عنده إمكانية يمكن يطلع من الدولة، فلما أنت تيجي يبي يكلمك. بس يعني ما في أي مشاكل يعني حق الأجيال إن كبار أو صغار لما يشوفك، بس يمكن في استغراب، وفي استغراب كثير حتى حق بنت خاصة، لأن الولد عادي يلبس لبسهم ويمشي حاله، يصير كنا منه، وفي أصلا يمكن يكلمونه بالباشتو حسبالهم إنه أفغاني، بس أنا مبين إن أنا مو منهم ولا أني لابسة برقع، فيبين إن هذه واحدة بيضة شقرة وماسكة كاميرا، يعني أنا جاية من برا أبي أصور، فيستغربون. بس مع ذلك ما في مانع. طبعا أنا شريت البرقع من هناك، وهذا تذكار يعني لأنه شيء مميز حق أفغانستان، في فتحة من تحت عشان المرأة تطلع إيدها ومثلا تنقي الخضار أو السلعة اللي تبي تشتريها من السوق، هني في فتحة صغيرة حق العيون فقط. أنا لبسته وصورت فيه بس كيعني بالمحل، وشريت واحد تذكار طبعا، وفي درجات الأزرق عندهم وايد صعب الواحد يشوف فيه، وبالحر وايد حر. لكن استوعبت شغلة، هذه جت مع الوقت، عادات وتقاليد ومع المشاكل اللي صاروا الحريم يضطرون إنه يتغطون. عندها وايد أحجار كريمة، عندهم الزمرد، عندهم الياقوت، وعندهم أحجار ثانية، عندهم اللابس لازول إذا ماني غلطانة، هو لون الأزرق. فعندي بعض يعني شريت من عندهم في مدرسة اسمها توركويز ماونتن، هذه بلشت في الستينات إذا ماني غلطانة، بلشت كمكان يأهل ويدرس يعني اليهال، وسوى مدرسة كاملة بس حق الحرف اليدوية، مجوهرات، نحت الخشب، الرسم، ويصير برنامج من سنتين إلى 4 سنين، فيطلعون منهم يشتغلون عدل، وحتى من هالمهنة يقدرون يرممون الأشياء الأثرية اللي عندهم في الدولة، يعطون وظائف، الفلوس الأرباح قاعد تعالج مرضى، ففيها يعني مكان جدا مهم. فلما رحت وشفت الطلبه اللي قاعد يشتغلون على قاعد يضبط المجوهرات اللي بيده، قاعد يسوي له شيء يدوي من تراشي او خواتم او اي شيء، كنت لازم اشتري من عندهم. وانا ايد انه اي واحد يشتري اي بضاعه من اهل البلد بدل ما يشتري شيء مستورد من برا طبعا. وهذه توركويز ماونتن صار لها فروع بدول ثانيه تايد نفس الفكره وتشتغل على نفس البرامج، فجدا مهمه وموجوده بكابل. فيعني انصح اي واحد بيزور كابل يروح هناك و يعني يأيد المشروع هذا عشان ينمي الجيل الجديد اللي موجود، ويحصل وظائف أحسن، عيشة أفضل، وفيها يعني وايد ميزات طبعا حقهم أهل البلد. من 2006 كنت أتمنى أني أزور هالبلد. ليش؟ قريت كتاب معروف سوى عليه فيلم اسمه The Kite Runner. الكتاب الأجواء كلها بأفغانستان، فالكاتب قاعد يصف أفغانستان بطريقة يعني مشوقة، اللي قاعد أقول الله يا ريت أروح المكان. طبعاً قاعد يصفها بأيام العز، أيام قبل الله يمكن أنولد، فقاعد أقراها وقاعد أقول يا رب أني أقدر أروح هالديرة وأشوفها على طبيعتها. وصديت الأيام وصارت فرصة ورحت. طبعاً عارفة أن في أماكن فيها خطورة، لكن الطبيعة اللي فيها والناس اللي فيها والترحيب اللي فيها، ومن الأكل إلى البرد اللي يسوونه، حتى تشوف يعني بالسوق هذا معروف الشيرياخ اللي يسوونه بإيدهم، اللي يعني يتعب الإيدين عشان يسوي لك هالبرد الأفغاني مالهم، كل هالأشياء اللذة هذه يعني هذه اللي تعطي نكهة حق البلد، الناس اللي فيها، المعمار، المساجد، وفيها وايد أكثر. طبعا أنا ما شفتها، دولة كبيرة ويبي لها أيام وأسابيع عشان الواحد يشوفها عدل ويشوف زيادة، بس هذه المعالم الجميلة يعني
أنا محظوظة أني قدرت أشوف منها من تاريخ، من كهوف، من مباني ومعمار. أفغانستان من أفضل الدول بالنسبة لي، وأتمنى أني أرجع لها إن شاء الله. فأنا أشوفها كمكان غير يعني مستكشفين العالم بهالأيام. في ناس تعرفها من زمان بالسبعينات والستينات، في مصورين مشهورين كانوا يروحون هناك ويمرون منها ويصورونها، ويعني يحظهم على الوقت اللي هم كانوا هناك فيه. بس أنا بالنسبة لي مكان جدا مميز، من ناسها وشعبها وطبيعتها وأكلها. حقي أنا مكان يعني ما أعرف، يعني إنه ما قارنه مكان ثاني. بالنسبة لي مكان وايد مميز لأنه كان حلم إني أروح هناك.